السادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة. عايز أقول النهاردة أنه مصر الحقيقة لا تتوقف عن إبهار العالم، مصر لا تتوقف عن صناعة أيام تاريخية جديدة، مصر برضو لا تتوقف عن إعلان انتصار جديد ليها كل يوم. العناوين التلاتة دول يقدروا يوصفوا بكل بساطة الحالة المصرية بعد القرار التاريخي اللي أعلن عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بخصوص إلغاء مادة حالة الطوارئ. والحقيقة أنه أي وصف للقرار ده سواء بالتاريخي أو العظيم أو الشجاع ما فيهوش أي مبالغة، بالعكس تماماً قرار زي ده في التوقيت ده تحديدا أكبر من وصفه بالتاريخي والعظيم. إحنا يعني قدام قرار سياسي كبير جدا بيعكس حالة من القوة المصرية والاستقرار المصري والسيادة المصرية، وليه دلالات العالم كله من امبارح ولحد النهاردة بيتكلم عنها وبيشرحها. يعني خلال الساعات اللي فاتت لو بصيت يعني يمينك شمالك، لو بصيت على الصحافة العربية أو الإنجليزية أو الأمريكية، لو بصيت على مراكز الدراسات الكبيرة، هتلاقي الكل بيتكلم وبيحلل وبيشيد بعظمة قرار الرئيس المصري بخصوص إلغاء مادة حالة الطوارئ. وهتلاقي دايما عنوان كل التحليلات دي متعلقة بقوة مصر واستقرار الوضع المصري. امبارح الرئيس أعلن إلغاء مادة حالة الطوارئ في منشور خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال فيه نصا: يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة. ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مادة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وختم الرئيس السيسي كلامه وقال: مع النمض بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. مش هبالغ لو قلت لكم انه لحظة اعلان القرار ده معدلات بحث الناس على محركات البحث عن قانون الطوارئ اتضاعفت قد ايه، ومش هبالغ لو قلت لكم انه كل وسائل الاعلام الاجنبية من امبارح مسلطة الضوء بقوة على القرار ده. يعني لو بصيت على الصفحات الرئيسية لكبرى الصحف والوكالات في العالم، سواء مثلا رويترز، نيويورك تايمز، واشنطن بوست وغيرها وغيرها، هتلاقي انه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إلغاء مد حالة الطوارئ حاضر وبقوة. والحقيقة إن القرار ده هيخليني أرجع بيكم للي قلناه من كام حلقة في البرنامج، لما قلت وهفضل أقول إنه في الجمهورية الجديدة كل حاجة غير الحقيقة وكل شيء مختلف. مصر بتتغير ورايحة بخطوات ثابتة ناحية المستقبل وناحية إعلان نفسها دولة قوية ومستقرة بتعيد بناء نفسها. اللي كان شاغل المحللين وأهل السياسة في مصر والعالم كله وشغلنا برضو هو دلالات القرار ده. يعني إيه قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في الوقت ده؟ والحقيقة يعني إنه القرار ليه معاني ودلالات عظيمة جدا، بداية من إنك كدولة تاخد قرار زي ده في وقت المنطقة بتعيش حالة غير مستقرة. فأنت بتقول إنه دولتنا دولة 30 يونيو نجحت في إنها تهزم كل حاجة بتقلقها، كل خطط الشر
كل المؤامرات اللي بتستهدفها، بتقول للعالم كله انه احنا دولة آمنة ومستقرة، وبتقول للعالم كله انه الأجواء في مصر مهيئة لاستقبال الاستثمار الأجنبي بكل أمان، وبتقول لأصوات الشر اللي كانت بتخوفنا بأننا هنفضل طول الوقت عايشين في فوضى الإرهاب إننا انتصرنا. لأ، أقفوا بقى، إحنا انتصرنا، وإنه الحالة الأمنية في مصر ما بقتش محتاجة حالة الطوارئ بعد النجاحات الكبيرة اللي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب. وفي الحتة دي تحديدا لازم الحقيقة نوجه التحية لكل أبطالنا من رجال الجيش والشرطة ولكل شهداء مصر في حربها ضد الإرهاب. بدمكم وتضحياتكم وبطولاتكم ما كناش أبدا هنوصل للنقطة اللي بتخلينا فخورين ببلدنا النهاردة. كمان القرار ده الحقيقة فيه رسالة إقليمية ودولية مهمة، بتقول للعالم كله إننا انتصرنا. إحنا بنقول للعالم كله بالقرار ده إننا انتصرنا وعبرنا كل الأنفاق اللي تم حفرها لاستهداف استقرار مصر، وبنقول للعالم كله إننا بنحصد ثمار السنوات اللي فاتت من بناء وحرب وشغل لا يتوقف. الحقيقة إحنا قدام قرار تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معاني، بعد ما عشنا سنين طويلة في حالة طوارئ مستمرة وظنينا إنه خلاص قانون الطوارئ بقى جزء من حياتنا. عشان كده قرار الرئيس السيسي قرار الحقيقة شجاع وجريء، بيعكس اللي وصلت له البلد من حالة استقرار وأمان، وبيحط كمان مصر في مصاف الدول المستقرة أمنية. طيب النقطة التانية اللي شغلة الناس بخصوص انه ايه بقى الفايدة من الغاء مد حالة الطوارئ، انا هقول لكم هنلاقي تقريبا كده انا حسبتهم 10 فوائد كبار جدا بيعبروا عن قوة الجمهورية الجديدة وخطواتها ناحية المستقبل. اولهم مثلا الغاء جميع الاجراءات الاستثنائية امام محاكم امن دولة طوارئ، محاكم أمن دولة طوارئ، دي حاجة كانت مهمة جدا حقيقة. وكمان إلغاء المحاكمات الاستثنائية وعودة المحاكمات لطبيعتها ورفع القيود فيما يخص حرية الإقامة والمرور في أوقات وأماكن معينة، ورفع كمان القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال، وإلغاء الرقابة بقى على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات. كمان عندنا كمان إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها. عشان كده من الإنصاف إننا نقولها النهاردة الحقيقة يعني بقوة وبصوت عالي، شكرا يا سيادة الرئيس على قرارك الشجاع والجريء، وشكرا مليون شكرا على كل المعارك اللي خضتها وبتاخدها عشان نوصل لهذه المرحلة. شكرا على كل الجهود وكل القرارات العظيمة والجريئة اللي شفناها السنين اللي فاتت ووصلتنا للمرحلة العظيمة دي. شكرا لكل فرد في مؤسسات الدولة اشتغل بضمير وإخلاص عشان نحمي ونحافظ على البلد دي ونبدأ مشوار جديد فيها، وهي أكتر قوة واستقرار وأمن وإنتاج، مشوار اسمه الجمهورية الجديدة، وتحيا مصر. طيب عندنا بقى أهم الأخبار النهاردة. طبعا يعني أهم الأحداث اللي بتمر بيها مصر هي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء مد حالة الطوارئ زي ما قلنا دلوقتي. في عدد كبير من الملفات المتعلقة بالقرار، ملفات أمنية واقتصادية وحقوق إنسان، فخلونا نتكلم بالتفصيل عن الملفات دي. نبدأ من الإرهاب أو بمعنى أدق الحرب على الإرهاب. إزاي كسبنا المعركة دي وإزاي هنقدر نحافظ
على الحالة الحالية من الأمن والأمان، ونجفف منابع الإرهاب. أسئلة أنا حابة أطرحها على سيادة اللواء دكتور محمد جاد، مساعد وزير الداخلية سابقا، اللي بينضم لنا عبر الهاتف 90 دقيقة. مساء الخير يا دكتور جاد، وأهلا بيك في 90 دقيقة سيادة اللواء. مساء الخير يا دكتورة، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. أهلا. طيب، خليني أسأل سيادتك، لأي مدى رفع الطوارئ دليل على أننا كسبنا المعركة في وجه الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالتأكيد هذا القرار قرار طبعا يعتبر عيد وانتصار للأجهزة الأمنية، سواء قوات مسلحة أو شرطة أو قوات مسلحة، وكلاهما اللي هما جناحي الأمن قدروا في مرحلة من المراحل إن هما يحققوا الاستقرار بأسلوب أو يصلوا إلى نتيجة غير مسبوقة، بما يجعل الدولة تترفع عن استخدام مكنة منعها القانون إياها إنها تستخدمها في أوقات الأوقات الصعبة اللي احنا اتفقنا جميعا انها أوقات صعبة جدا مرينا بيها. وعشان ما ننتهاش، احنا بنتذكر الفترة التالت الأحداث اللي مرت بينا من 2011 فما بعدها، اللي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى كان رؤوف رحيم بينا وتولى القيادة سيادة الرئيس، وبدأت الدولة بتتحول إلى تحول تاني خالص. تحولنا بدلوقتي النهاردة احنا بنبني جمهورية جديدة. صورة هذه الجمهورية أنا أعتقد الداخلي أنا كشخص أو كمواطن إنها كانت مرسومة على يعني في ذهن سيادة الرئيس وفي قلبه، وبيحركها منذ أول لحظة تولى فيها إلى اليوم على كافة المحاور بما فيها المحور الأمن. النهارده لما سيادته يقول والله أنا بيسعدني إن احنا نتشارك هذه اللحظة، يبقى القيادة وصلت لمرحلة إن لحظة تاريخية سيادة اللواء. بالظبط كده، فرحة وتاريخ احنا بنتشارك فيها جميعاً. يبقى إذا نتشارك هذه الفرحة، فرحة بإيه؟ وإن إحنا وصلنا بالعمل الجاد، إن إحنا وصلنا إلى إننا بقينا واحة من وحات الأمن، في شهادة تقدير على صدور على مستوى المنطقة. على مستوى المنطقة بالظبط كده، في شهادة من القيادة لرجال الأمن بيقول لهم أنتوا وصلتوا بالفعل بينا إلى هذه المرحلة. المرحلة دي بتوصلنا إن إحنا نعيد بقى البناء ونبتدي ننطلق، إحنا بعدنا البناء، حطينا أسس، بننطلق بقى بجمهورية جديدة بتتجمل وبتقوى. ما كانش ده هيحصل إلا بالآتي، بقوة ظهرت وباتت ظاهرة قدام الناس طبعا. يعني الكل بيتعجب إزاي إحنا بنبني قواتنا المسلحة وبنعيد بناء من جديد، إزاي الشرطة بتنهض من جديد، إزاي الشرطة النهاردة بتتفوق على نفسها في هذا في هذه المرحلة اللي إحنا بنتكلم فيها. وحضرتك بتعرضي دلوقتي الصور لشكل الشرطة، شكل استقرار الأمني في المنطقة. ده بالتأكيد استقرار أمني جامل، وشرطة يقظة تماما، قوات مسلحة مستعدة في كل اللحظات وعلى كافة المحاور. وهنا المحاور الحدودية القوات المسلحة سواء شرقا أم غربا أم جنوبا وأيضا شمالا، ما ننساش شمالا، لأن أصبح النهاردة احنا لينا مصالح في الشمال، مصالح اقتصادية بنحميها وقادرين على حمايتها. قول إن أنا أوصل للمرحلة دي وسيادة الرئيس يقرر إن أنا بتنازل عن هذه المكنة التي منحني إياها القانون، وشكرا انا مش عايزها، لان انا اثق في الاجراءات بتاعتي واثق في رجالي اللي وصلوني لهذه المرحله. طب سياده اللواء، عايزه اعرف ايه مغزى قرار الغاء حاله الطوارئ؟ يا ريت تشرح للساده المشاهدين. حاله الطوارئ دي حاله اللي بيسمح بيها القانون بان هو الجهه او جهات الامن بتجري اجراءات استثنائيه في اوقات، سواء للمحافظة على الامن العام بمفهوماته ومدلولاته، الامن العام والصحه العامه والسكينه العامه، في كل الاتجاهات، اذا جالي وباء، اذا جالي مرض، اذا جالي خطر زي خطر الارهاب وكلنا كنا شايفينه، اقدر بقى النهارده عشان اكافح الارهاب بقول له لا انا مش هقدر بقى استنى الاجراءات العاديه واجيب ده واجيب له ادله واجيب له كذا واجيب له كذا، لا احنا بنختصر الطرق، ومع ذلك دون الاخلال بحق المواطن، وكان بيمثل امام قاضي لم يكن يمثل امام شيء غير هذا. بس كانت الأجهزة اللي حضرتك عارفها أو الجمعيات اللي حضرتك عارفها أو المنظمات اللي حضرتك عارفها وعارفينها كلنا كانت تتشبخ بهذه الورقة وتقول والله أنتوا عندكم ما زال قانون طوارئ. طب الورقة دي ما عادتش موجودة، لم تعد هذه الورقة موجودة الآن. وحتى لما كانت موجودة في الفترة القريبة اللي احنا شفناها في الفترة اللي فاتت، صح، ما كانتش بتستخدم إطلاقا بكافة جوانبها إطلاقا. هما دايما بيتعودوا على تشويه صورة مصر الحقيقة. بالضبط. يعني بالضبط، لدرجة اننا لم نشعر بيها. ولو لم يكن السيد الرئيس
يعني عمل هذه المبادرة من تلقاء ذاته ومن نفسه ومن فكره، لم يكن أحد فينا كان حتى المتخصصين، حتى إحنا كقانونيين أو أمنيين أو غيره، ما كانش حد في ذهنه إطلاقا هذا. لكن كون إن القيادة بتعي وبتدرس وتشعر وتفكر بكل في كل ما يتمناه المواطن قبل أن يفكر يطلبه أو يفكر فيه، هنا المبادئة، ودي حاجة بنتعلمها جميعا، المبادئة كيف تكون المبادئة، إن أنا أحقق الشيء قبل ما الناس تطلبه وقبل ما الناس تقول أنا عايزاه أو قبل ما حد يفكر فيه. يبقى إذن هنا الفكر سابق، الفكر سابق اقتصاديا وسابق اجتماعيا، لما نشوف حياة كريمة ونشوف كده، فكر سابق بمراحل، وأيضا أمنيا سابق أمنيا وأيضا قانونيا. يبقى إذن هي عملية ما بتتجزأش، قيادة ما بتتجزأش، فكر سابق الناس كلها. وهنا ده اللي بنتمناه، ان احنا كلنا نكون على نفس المستوى ده في جانب الانتاج وفي جانب الانضباط وفي جانب السلوك وفي جانب الوعي طبعا اللي سيادته دايما. طب يا فندم، انا لاحظت يعني في بوست السيد الرئيس انه بيشمل جميع المحافظات بما فيها المحافظات الحدودية، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا واثق تماما، مش بس في الجانب الأمن الداخلي، ده أنا واثق في حماة الأمن الخارجي كمان. أيوة. أنا مش محتاج حالة الطوارئ عندي في سيناء، لا ده أنا سيطرت عليها بعد ما كانت سيناء مباحة ومستباحة من كل إنسان، وشفناها في فترة من الفترات نتمنى جميعا أنها ما تعودش. تمام، ويا معانا أهل سيناء الشرفاء اللي وقفوا وقفة. دي رسالة مهمة جدا يا فندم، دي المنطقة دي بالذات، حتى المنطقة جميع الغربية، جميع أنحاء البلاد، جميع لو تتذكر حضرتك المنطقة الغربية وما عانيناه من المنطقة الغربية. أيوة. في فترة من الفترات المنطقة الجنوبية أيضا وما عانيناه برضو في فترة من الفترات سابقة، إنه تقريبا كل الجبهات، كل الجبهات حتى بما فيها بقى الشمال اللي احنا عارفين ان احنا لينا مصالح اقتصادية قوية فيه، اصبحنا قادرين على حماية. يبقى اذا انا جغرافيا انا درست القرار ده كويس جدا، داخليا درسته كويس جدا، وهنا بقى لما باجي اقول والله احنا ده نتاج ايه بقى، حتى سيادته في الـ في الـ في التدوينه نفسها، ده نتيجه ايه؟ نتيجه كفاح وعمل جاد، وبالتالي باتت مصر واحد من واحد. كفاح مين؟ كفاح شعب. ما ده اللي عايز اسال سيادتك عليه، يعني بوست سياده الرئيس كمان اتكلم عن تعظيم دور الشعب المصري، ايه عايزين حضرتك تشرح ايه الدور المهم اللي لعبه الشعب المصري في تفعيل هذا القرار؟ في الفترة السابقة الوطن بيبني نفسه وبسرعة شديدة، السرعة دي محتاجة عمل ومحتاجة أتحمل نتائج هذا العمل ومحتاجة أتحمل الآثار الجانبية لبعض الحاجات القرارات اللي باخدها سواء اقتصادية أو غيره، كون إن أنا أتحملها بهذا الجلد وهذا الصبر وهذا الإيمان، ده شيء وسام على صدر الشعب اللي دايما السيد الرئيس دايما يذكره دائما. ومن ضمن هذه التضحيات ومن ضمن ما تحملوا أبناءه من الشهداء والمصابين اللي ما ننساش إطلاقا، إن إحنا ما نحن فيه الآن وما صدر هذا لولا هذا لم نكن لنحتفل بهذه اللحظة. صدرهم أبدا. يبقى إذا الشعب كله عانى من هذا وكافح، ولكن نتيجة إيه؟ نتيجة ثقة في قيادة، ثقة لأنه شاف بعينه إنه قيادة بتسبق أفكاره وبتسبق تمنياته. لم يكن أحد ليضغط أو ليطلب موضوع إلغاء حالة الطوارئ، أو حد طلب أو طالب أو رفع لواء المطالبة بحياة كريمة، دي كانت مبادئة ومبادرة من القيادة. يبقى إذن كل ده خلاص أصبحت المبادرة والمبادئة مبدأ عند القيادة، أسلوب قيادة جديد لابد إحنا كمان يواكبنا، عشان كده في جزئية لازم احنا كمواطنين يبقى في مسؤوليات علينا. احنا رفعت حالة الطوارئ. ايه مسؤولياته يا فندم؟ احنا رفعت من عندنا حالة الطوارئ الأمنية. طب تعالوا بقى نشوف احنا حالة الطوارئ الإنتاجية احنا نجعلها من نفسنا، حالة الطوارئ الانضباطية داخلنا جوانا في كل مكان وفي كل وقت وفي كل تصرف. هو ده اللي هيخلي بقى في جمهورية جديدة بالفعل. الجمهورية الجديدة كل واحد يعني يبقى مسؤول. بالظبط كده، الكل يبقى مسؤول عما هو مطلوب منه وأكتر مما هو مطلوب منه، حتى في تعاملاتنا فيما بيننا كل دي مسؤوليات علينا بقى. خلاص أصبح الماضي ده لابد أن نتخلص منه بكافة عيوبه، نخلي تاريخنا الجميل ونتخلص من العيوب اللي احنا كانت دخيلة علينا ما كانش يقبلها أبدا الشعب، وما زلنا لا نقبل.
ده مهم، ده مهم جدا. طبعا بتفق معاك جدا سيادة اللواء، وبشكرك جدا سيادة اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية سابقا على مشاركتك معي في 90 دقيقة. والحقيقة من 10 أو 9 سنين كده يعني غاب الأمن عن بلادنا، وكان في فوضى وكان في تفجيرات وكان في إرهاب وكان في شغب في الملاعب. النهارده كل ده ملوش أي أثر أبدا، كل ده بقى ماضي ولا كأنه كان موجود. عشان كده بنرفع حالة الطوارئ في دليل على نجاح مصر في معركتها الأمنية ضد الجريمة. طيب أنا معايا أيضا سيادة اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية السابق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير وبرحب بيك يا فندم سيادة اللواء في 90 دقيقة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير ومساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. هل القرار ده أو إلغاء مادة حالة الطوارئ بيقول إننا في مرحلة بتشهد يعني نقدر نقول انخفاض كبير للجريمة؟ ده حقيقي طبعا، مفيش كلام فيه، وخاصة في جرائم الجرائم الإرهابية. لكن اسمحي لي بس أؤكد الأول على ملحوظة كده أو ملاحظة بسيطة، إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يفكر فيما لا يفكر فيه آخرون كثيرون. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حباه بقدر كبير من الحكمة والرؤية الثاقبة والتقدير الفائق للأمور. جعل هذا الكلام ان اغلب الشعب المصري في تعجب بسعاده ورضا عن هذا النجاح الباهر الناتج عن هذه الرؤيه الثاقبه وهذا المجهود الخارق. ونحن الان على اعتاب جمهوريه جديده، لابد وان نعي بان هذه النجاحات كلها كانت على الاصعده والمجالات هي ناجمه عن تخطيط واعي وجهد مبني من اجهزه الدوله والحكومه وعلى راسها سياده الرئيس، بيدفع مصرنا الحبيبه لافاق المستقبل المستهر. الكلام ده كله ما كانش يتحقق هذا الجهد المضني والنجاحات المتتاليه لولا وقوف ومسانده الشعب المصري لهذا الحق وخلف القياده السياسيه الرشيده. الشعب صبر كتير للعبور لهذا المستقبل الواعد باذن الله. وبرضه يجب الا ننسى وان نتذكر بكل الفخر والاعتزاز والتقدير الاحترام الكامل لجميع ابناء مصر من الشهداء والمصابين من القوات المسلحه الوطنيه والشرطة المصرية الباسلة والقضاء الشامخ وجميع طوائف الشعب المصري الأبي. وبنتذكر وحاليا ولا زلنا نتعجب ويعني نشير إليه بأصابع من البنان أبطالنا في القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية اللي ما زالوا حتى الآن وشهدائنا. ما أنا اتكلمت على الشهداء، أقصد أقول إن ما زالوا حتى الآن ويبذلون الجهد والعرق في سبيل رفعة وأمن مصر وأمان المصريين. هذا القرار أو اختيار توقيت الإعلان عن إلغاء هذا القرار الجريء وتاريخي بإلغاء قانون حالة الطوارئ بعد سنوات طويلة شهدتها مصر والمصريين كان فيها كل الموبقات، محيل إذا كان في تجاوز للكلمة، سواء كان من على الصعيد الأمني في الإرهاب والجريمة الجنائية أو الفوضى والانفلات. ما ده كان سؤالي يا فندم، يعني إزاي إحنا نجحنا في أننا نخفض معدلات الجريمة؟ هو ده سيادة الرئيس كان قالها في أكتر من مرة، إن إحنا الحمد لله وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثبتنا أركان الدولة المصرية، وبالتالي أركان الدولة المصرية في جناحاتها المختلفة سواء كان على الصعيد الأمني والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة اكتملت صفوفها والتدريب الشاق والجهد المضني ليهم أدى إلى استقرار الوضع الأمني. وأبلغ كلام يمكن سيادة اللواء محمد جاد اتكلم على حدودنا الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية، كنا بنعاني أشد المعاناة التحديات الكبيرة اللي كانت بتواجهنا هناك. النهاردة الحمد لله في استقرار، سيناء بتشهد تطور كبير جدا في سواء كان على صعيد الإنتاج أو التعمير. وعشان كده القرار في جميع أنحاء البلاد بالضبط، هو ده النقطة اللي هي أثارت سعادة بين المواطنين على المستوى المحلي. وكمان الكلام ده له لأن على وسائل الإعلام المختلفة سواء كان على مستوى العالم، يعني إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية ده موضوع مهم جدا. طب ومهم برضو عايزين نعرف يعني سيادتك إزاي تابعت اهتمام العالم بالقرار ده؟ ده مهم برضو. والله يا فندم احنا اطلعنا كلنا زي اخواتنا في الشعب المصري على كل البرامج بتاعتنا والتلفزيونات والقنوات قد ايه الاهتمام بهذا القرار الجريء والتاريخي، لان
ده بيدي انطباع. هو الامن شعور بصفه عامه، يعني الامن اساسا هو شعور، شعور بالطمانينه. يعني انا دلوقتي لما نتكلم على الاصداء او النتائج اللي هتعم علينا ان شاء الله من الغاء هذا القرار، الاستثمار طبعه جبان، بيخاف لما يجي يلاقي في دولة فيها قانون طوارئ وفيها إجراءات استثنائية. مش هيبقى فيه الاقتصاد على المستوى المطلوب، مش هيبقى فيه الاستثمار على المستوى المطلوب، مش هيبقى فيه في المجال السياحة الناس توافد السياح على المستوى المطلوب، بالإضافة إلى المجتمع الداخلي بالدينة كمان، الارتياح، المسألة الحقوقية، وهي دي طبعا مسألة مثارة كل شوية بتطلع وتنزل وتطلع وتنزل، موضوع حقوق الإنسان اللي بيتشدقوا به بعض الجمعيات في الخارج. هذا القرار ما لقيوش، مش لاقيين حاجة بعد قرار سيادة الرئيس، أجهض كل ده. وده عشان كده أنا بعتبره قرار جريء جدا وتاريخي جدا. أنا عايز أدي لحضرتك مثل بسيط جدا. سيادة الرئيس أنت حضرتك بتشوفيه، كلنا بنشوفه بينزل في زيه غير تقليدي، بينزل يجوب الشوارع ويجوب الطرق والكباري ويناقش الناس ويتكلم مع المهندسين والعمال في كل الأماكن في مصر. هذا الانطباع لما يجيلك أو يجيلي أو يجي للناس برة إن سيادة الرئيس أو القيادة السياسية المصرية تنزل تجوب الشوارع بمفردها وتتناقش مع المواطنين وتتناقش مع الأمان، ده دليل ورسالة على الأمن والأمان. هذا مدلول كبير جدا طبعاً، يدل على أن هناك أمن وأمان وطمأنينة في مصر لم يسبق لها مثيل، وده نحمد ربنا عليه. يعني ربنا يحميه لنا ويثبت خطاه، وإن شاء الله الجمهورية الجديدة بدأت تبان في الأفق، وإن شاء الله يعني الفترة الجاية دي هتشهد استقرار وأمن واقتصاد أحسن بكتير من الأول إن شاء الله. سؤال أخير سيادة اللواء، هل الأفضل لرجل الأمن أنه يعمل بقانون طوارئ أم بدون قانون طوارئ؟ بص حضرتك، قانون الطوارئ هو قانون مثل القوانين الأخرى، هو قانون ولكن قانون بيتيح بعض الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم ونيابات استثنائية، ولكن في وضعنا الحالي وشعورنا بالأمن والأمان والجهود المبذولة حاليا لا داعي له، لأن عندنا قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات يكفي تماما لردع كل من تسوي له نفسه في اتخاذ أي إجراء مخالف للقانون. وبالتالي رجل الأمن هو ما عليه أنه بيطبق القانون، ولكن هنا المسؤولية تقع بقى على إخواننا في الشعب المصري، يعني أهالينا في الشعب المصري. لا، المسؤولية على الجميع وليست على الحكومة والرئيس فقط. الشعب المصري ده يجب أن يعي تماما بأن حجم الأعباء والمسؤوليات الجسام على الدولة المصرية في الفترة اللي جاية تستحق منا تضافر الجهود، تستحق منا إعلاء قيم الانتماء والولاء لهذا البلد العظيم. تتطلب ان احنا ننتج، نشتغل، ننزل في كل المجالات، نقتحم كل المجالات في سبيل رفعة الوطن بصفة عامة، ودي مسؤولية الشعب المصري كله. بشكرك جدا سيادة اللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية سابقا، وعايز أقول أنه من بين المكاسب الكبيرة لقرار رفع حالة الطوارئ أنه البورصة بقى، البورصة المصرية حققت رقم خرافي في مكاسبها، 12 مليار جنيه، وده من أعلى الأرقام في المكاسب. إزاي قرار رفع الطوارئ هيسبب انتعاشة اقتصادية؟ عايزين نعرف ده. ده اللي هنعرفه بقى من الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي اللي معايا على الهاتف. برحب بيك يا دكتور في 90 دقيقة. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. رفعنا الطوارئ فارتفعت البورصة. تمام. يعني ايه؟ عايزين نعرف ازاي. طب خلينا نوصف للناس كده بمنتهى البساطة، أي قرار سياسي يا فندم، أي قرار بيكون له انعكاس اقتصادي، وخاصة لما يكون المجتمع ذات استقرار اقتصادي أو مجتمع له من الجاذبية الاقتصادية، بتلاقي أن المستثمر بالأخص الأجانب، لأن أنت عارفة الوضع العالمي دلوقتي، بيسعى أن هو يضخ استثماراته في الأماكن الآمنة. يعني إيه الكلام ده بمنتهى البساطة؟ يعني المجتمع النهاردة كلما زاد استقراره ورفعنا عنه
الاستثنائية في أي إجراءات قانونية بيدل إن العالم ده متقدم، والعالم ده نحو الديمقراطية زي ما بيسموه. هي حالة الطوارئ كانت بتوجب على يعني قرارات معينة أو مهام معينة أو قوانين معينة بيقوموا بيها. بص يا فندم خلينا بتؤثر. اه طبعا الناس الاجانب بالذات يا فندم بيبقى عنده حساسيه من الاجراءات الاحترازيه او الاستثنائيه. ده اللي هو المستثمر الاجنبي. الاجنبي اه طبعا الاجنبي بالذات يا فندم بيقول لك ايه، لا قدر الله يحصل حاجه مش هعرف اخرج بفلوسي من البلد دي. ايوه. خاصه في ظل قانون الطوارئ. برافو عليك. طب بعد الغائه بقى دلوقتي؟ خلاص بقى كلنا قدام القانون سواسية، المجتمع ده مستقر، المجتمع ده متصنف من المجتمعات الجيدة، فالنهاردة أخش باستثماراتي وأنا آمن وأخرج وأنا آمن. الانعكاس ده يا فندم النهاردة أمام العالم الخارجي النهاردة، خليني أدي لحضرتك مثل أكيد حضرتك عارفاه كويس، بس نوضح لجمهورنا الكريم. عارفة حضرتك مقابلة الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة في فرنسا مع العديد من الشركات الأجنبية ومع منظمة التعاون الاقتصادي ده، عارفة حضرتك انعكاسه ايه؟ بيقابلوه بفخر زيادة وبيقابلوه برنامجكم ايه في الاصلاح الاقتصادي، احنا ازاي نكون نقدر نزود الاقتصاد بتاعنا ونخش عندكم باستثمارات وتبادل تجاري. انعكاسه سريع، عارفة حضرتك اسرع مما تتخيل. وزي ما حضرتك تفضلت النهاردة كان اسرع حاجة ايه؟ ان المستثمرين يخشوا البورصه. لما يخش البورصه ده النهارده بيخش يشتري اسهم وبيخش يشتري سندات وبيخش يشتري اذون خزانه، دي بيسميها استثمارات. ما هو علشان كده في سؤال بقى بيطرح نفسه هنا يا فندم، هو انعكاسه ايه على المواطن المصري، والمواطن المصري او المصريين ممكن هما يستثمروا في ايه؟ يعني ايه ممكن بعد الغاء هذا القرار، ايه اللي ممكن نوجههم ليه ان هم يستثمروا فلوسهم فيه؟ لا دي عايزه لها حلقات كتيره بقى، بس خليني اقول لحضرتك ان طيب خطوات نقول خمس حاجات كده يعني معلش نقول بمنتهى البساطه. اولا كل ما البورصه دي بتطلع الشركات دي بيجي لها حركه تمويل فبتشتغل زياده، فبتلاقي تتوسع في الاسواق زياده. ففي حاجه عندنا كده بنسميها دي اول حاجه ان هم يستثمروا في البورصه. اه طبعا يستثمر في البورصه او بيستثمر في السندات او في اذون الخزانه. وخلينا نقول لو الاجانب افندم عندنا كلما استثمروا في السندات واذون الخزانه ودخلوا بالعمله الاجنبيه، العمله بتاعتنا النهارده بتبقى مستقره اكتر. دي نمره واحد. طب نمره اثنين في ايه كمان؟ اي استثمارات افندم مباشره النهارده بتحاط بالامان، كل اي مستثمر بيقدر يخش فيشغل ناس زياده. تشغيل الناس الزياده دي بيقلل مؤشر البطاله. طب ممكن ايه كمان؟ الاستثمارات دي كلها والتشغيل ده كله بيسمي حاجه اسمها تنميه عمرانيه وتنميه اقتصاديه وتوصل للتنميه المستدامه. دي انعكاس يا فندم على الاوضاع الاقتصاديه، بتؤدي لرخاء، بترفع من الاعباء على المواطنين، فتلاقي الاسعار ما تطلعش، تلاقي النهارده الاستثمارات بتزيد. الدولة يا فندم واكيد حضرتك ما هو ده سؤال يا فندم اللي جاي، يعني تتوقع ان الاستثمارات الفترة اللي جاية ممكن تزيد بنسبة قد ايه كده؟ لا دي ملهاش مقياس، بس خليني اقول لك مقياس يلفت نظر الناس قوي. الاستثمارات اللي هي الغير مباشرة اللي هي في السندات واذون الخزانة، لو حضرتك بتلاحظي كل يوم الاجانب عندنا بيخشوا يشتروا هذه الارقام الكبيرة في السندات واذون الخزانة وفي البورصة. ده بيعكس بنسميه ثقة في الاقتصاد المصري. ده نمرة واحد. نمرة اثنين بالنسبة لحضرتك أكيد حضرتك تعرفي جيدا أن التصنيف الائتماني مثلا بتاعنا كان لسه ظاهر بالأمس واليوم من المؤسسات العالمية، تصنيفنا في سادات ووضعه مستقر للسنوات القادمة. ده بيزيد من وتتوقع أن هو يزيد بعد كده؟ أه طبعا. ليه بنتوقع؟ لأن كل المؤشرات العالمية يا فندم بتقول أن من نجوا من جائحة كورونا بعض من الدول أو الأسواق الناشئة منها مصر. فالحمد لله الانفتاح النهارده او زي ما بنسمى ازاله جائحه كورونا، هتلاقي المستثمر يجي جري للدول اللي هي فيها معدلات نمو، مش هيروح لدوله لسه عندها مشاكل اقتصاديه. فتخش في مصر النهارده سواء في السياحه، سواء النهارده في استثمارات غير مباشره او استثمارات مباشره النهارده، كل اللي حضرتك بتشوفيه ده النهارده بينعكس على ان المجتمع مستقر، البلد في امان، بقى في عندها بما يسمى بالديمقراطيه والحريه الشخصيه الزياده. ده اللي احنا بنتكلم فيه، اعتقد ده مردوده كويس جدا على الاقتصاد.
بشكرك جدا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، طمنتنا على وضع البورصة والاقتصاد ومشاهدينا. فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن دلالات قرار الرئيس بإلغاء مادة حالة الطوارئ. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، والأكيد أنه قرار سيادة الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ قرار تاريخي بكل المقاييس. وطبعا الرئيس عودنا على اتخاذ القرارات التاريخية اللي بيراعي فيها مصلحة الشعب والوطن فقط. عشان كده معايا دلوقتي عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور. أهلا بك يا أستاذ أحمد في 90 دقيقة. اهلا بحضرتك استاذه بسمه، واهلا بمشاهدينك الكرام. اهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف ايه دلاله قرار الرئيس بالغاء الطوارئ، ويا ترى كنت تتوقع صدوره في هذا التوقيت؟ بص، مبدئيا لما يبقى عندك رئيس وطني يمتلك الجرأه ويمتلك الرؤيه بهذا الشكل، انت عليك ان تتوقعي كل ما هو في صالح المواطن وفي صالح بناء الدولة. وبالتالي أنا بتعامل أنا كمواطن، ليس كصحفي، كمواطن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه دائما يحمل مفاجآت للمصريين في كل وقت، ودائما أتابع سواء كلماته أو أحاديثه أو افتتاحاته المشروعات، وأنا متوقع أن يقدم الجديد للمواطنين. وهذا ليس غريبا، لأنه منذ أن تولى وقال هتشوفوا دولة جديدة وهتشوفوا كل اللي تتمنوه، وبالتالي ده وعد انا شايف انه بيوفي بيه في كل يوم وفي كل مره. طيب تعال نتكلم على القرار التاريخي اللي حصل، ده قرار انهاء حاله الطوارئ. هل ده متوقع؟ اه متوقع، بس متوقع ازاي؟ متوقع لانه في رئيس اسمه عبد الفتاح السيسي، لانه هو الرئيس الذي تعودنا منه ان يصدر القرارات التاريخيه. على القرارات التاريخيه، هو كان مين يقدر ياخد قرار الإصلاح الاقتصادي بكل ما كان يحمله من معنى ومن خطر؟ هو كان مين أصلا يقدر يتحمل عبء أن يخلع الإخوان من مصر؟ طب هو كان مين يقدر يحقق دولة المواطنة على الأرض رغم كل التخوفات اللي كانت بتحصل؟ طب هو كان مين يقدر يدخل منطقة العشوائيات وملف العشوائيات ويقتحم بهذا الشكل؟ صح. طب هو كان مين يقدر يحقق تمكين المرأة؟ هو دايما سيادة الرئيس عنده شجاعة القرار. بالضبط، وبالتالي ده مش كده وبس يا استاذ بس، انا عايز استخدم مع حضرتك النهارده وصف اخر، ان انا امام رئيس مفكر، رئيس يمتلك رؤية، عنده استراتيجية واضحة بينفذها بهدوء بعيدا عن اي ضغوط، بعيدا عن اي شيء سوى مصلحة البلد. لا يقبل تدخلات، لا يقبل ابتزاز من احد، لا يقبل ضغوط، وشفناه سواء مع الرئيس الفرنسي او في زيارته الاخيره في الفيشجراد، في مشاركته في فيشجراد، لما قال مش عايزين، مش مستعدين ان حد يعلمنا حقوق الانسان. احنا عارفين كويس قوي حقوق الانسان المصري، واحنا اللي بتحترم مواطنيها وبتعمل على رخائها. هو عارف حقوق الانسان كويس، وعارف ماذا يريد المواطن المصري، وبالتالي هو بينفذ ما يريده المواطن المصري من منطلق وطني، ومن ارضيه وطنيه وليست ارضيه اخرى سواء ضغوط او وبالتالي استقلال يعني كامل للقرار المصري، لانه ده جزء من استراتيجيه الرئيس اللي صح. بدا ينفذها منذ ان تولى في 2014 بالزبط. وبالتالي كمان لما تيجي تربطي هذا المشروع، هذا القرار، اربطيه بالاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان التي اطلقها منذ عده اسابيع، لما هي دي جزء منها. هو في حد في العالم، في دوله في العالم عملت استراتيجيه لحقوق الانسان والزمت نفسها انها تنفذها مده محدده هي 5 سنين لمصر غير مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وبالتالي انت امام واحد، امام رئيس عنده القدره انه يتخذ القرارات الجريئه، القرارات التاريخيه، ويتحمل عبئها.
يتحمل عبء انه يعمل اكبر مشروع في العالم. هي الاستراتيجية دي كمان كانت بداية للقرارات القوية. بالضبط. هو في حد يتحمل عبء انه يطلع يتبنى مشروع اسمه حياة كريمة يتكلف 700 مليار جنيه عشان يخدم 60 مليون مصري الا اذا كان عنده قدرة وثقة في دولته وفي مؤسساتها؟ وهنا ننتقل للنقطة الثانية يا استاذ باسم. انه عندما يتخذ الرئيس هذا القرار يتخذه بناء على ايه؟ اولا ثقته في دولته وثقته في مؤسسات دولته وفي اجهزه دولته انها بقت دوله قويه وعافيه وامتلكت عناصر القوى الشامله التي تمكنها من انها تنفذ الامن وتحقق الامن والاستقرار دون حاجه لاي قوانين استثنائيه. ده رقم واحد. طب ده ازاي؟ ده نتيجه البناء اللي تم على مدى 7 سنوات او 8 سنوات، سواء بناء للقوات المسلحه، بناء للجهاز الامنيه والشرطه، بناء لكل مؤسسات الدولة وإعادة فكرة المؤسسية للدولة المصرية. رقم واحد. رقم اثنين، ثقته في المواطن المصري اللي أشاد به مرتين في التويتة بتاعته وقال إن هو كان أحد أهم أسباب أو هو السبب في هذا القرار. هذا المواطن وقف جنب دولته وهيقف جنب دولته ثاني لأنه يثق أنه مع رئيس وطني يبني من أجل هذا الوطن، من أجل هذه البلد. ثلاثة، إنه بيقدم لكل أسرة في مصر، قدمت شهيد او قدمت مصاب ولكل مصاب ولكل اسر شهيد بيقول لهم ان دماء الشهداء لم تذهب سدى وانما ذهبت لكي يجني ابنائهم واخواتهم هذه الثمار في دوله مستقره. الا اربعه، انه بيقدم رساله للعالم ان مصر الان امنه، اصل دوله منطقه مضطربه ومنطقه تعج بالفوضى. لا، احنا بلد امان، واستخدم كلمه واحد استقرار وامان. يعني لو عندك استثمار اتفضل انا جاهز. طب تشرح لنا المصطلح ده يا استاذ احمد، واحد الاستقرار والامن، اشرح لنا هالمصطلح ده من فضلك. واحد الاستقرار دي المكان الذي يستظل به اي انسان ماشي في صحراء لانها فيها امان وفيها استقرار وفيها مكان تقدر تعيش فيه. وسط الصحراء الجذباء هتلاقي مكان تقدر تعيش فيه. مصر وسط كل هذه الفوضى وهذه المعاناه الامنيه وهذه الاضطرابات اللي بتموج بها المنطقه، مصر واحد امان واستقرار، تقدري تستثمري فيها براحتك من غير ما تخافي، تقدري تعيشي وتخرجي وتتفسحي وتتمشي في الشارع من غير ما تخافي على اولادك وعلى اسرتك، تقدري تيجي كسائح تزور. الو؟ هو ده الرساله. الو؟ اتفضل. هي دي الرساله من كلمه الواحد. انت عندك امن، عندك استقرار، وبالتالي احنا جاهزين. وعلى مستوى المنطقة كمان يا أستاذ أحمد. بالضبط. وإن أجهزة الدولة ومؤسساتها قادرة إنها تحمي الدولة وتحمي زوار الدولة وتحمي الاستثمار اللي في الدولة وتحمي مواطني الدولة وأبنائها القومي ضد أي تعديات أو أي تحديات، وبالتالي إحنا قادرين نعمل ده من غير ما نلجأ لظروف استثنائية ومن غير ما نلجأ لقوانين استثنائية. الله، هي مصر عملت ده إزاي؟ عملته لأنها تحملت، لأنها كافحت، لأنها تحدت، لأنها بنت، لأنها ضحت، لأنها قدمت تضحيات وفدائيات، والنهاردة بنجني كلنا الثمار. بنقول ثمرت 8 سنين من التعب والجهد والعرق المصري الوطني ورا رئيس وطني ورا مؤسسات جيش وشرطة وطنيين بيضحوا عشاننا، النهاردة بناخد هذه الثمار وبنقول هذه الثمار احنا بنقدمها للعالم عشان نقول ان مصر الان هي الدوله القويه. طيب بمناسبه العالم يا استاذ احمد، قول لنا ازاي العالم بقى شاف القرار التاريخي ده لسياده الرئيس؟ خليني اقول لحضرتك ان هذا القرار انا شخصيا اقدر اقول لك ان لم يكن احد يتوقعه في العالم. ما كانش حتى ما حدش كان بيتكلم عنه. ليه؟ انت دوله بتواجه ارهاب، الكل يعترف بهذا الارهاب. دوله بتواجه تحديات في كل مجالات الامن القومي الخاصه بيكي وفي كل حدودك ومحدش ينكر هذا. فكون انك تاخدي هذا القرار انت بتقولي للعالم لا انا اقدر احقق الاستقرار. طب ده بينعكس ازاي في علاقتك بالعالم؟ اولا بينعكس انه بيحسن صورتك قدامهم. بيدي فرصه وبيدي ترجمه لاي مستثمر في اي دوله في العالم انا اقدر اجي مصر واقدر استثمر. اي دوله عايزه تيجي وتقيم علاقات وتقيم استثمارات في مصر لا هي جاهزه. وبالتالي انت بتفتحي مجال لعلاقات كثيرة ومختلفة اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وأمنيا. طيب حاجة تانية، أن بعض المنظمات وبعض الدول التي كانت تتربص بمصر وتحاول أن تشوه سمعة الدولة المصرية وصورة الدولة المصرية باستخدام بعض أكلاشيهات حقوق الإنسان، النهاردة ما بقاش عندها هذه الأكلاشيهات لأنها خلاص قانون الطوارئ. أنا لغيت قانون الطوارئ بكل ما يعنيه، أنا آسف، حالة الطوارئ
لغيت حالة الطوارئ بكل ما تعنيه من إجراءات استثنائية، وبالتالي المواطن النهاردة في مصر يمارس حقوقه كاملة. بس خلي بالكم، أنا عشان أوصل لده كان لازم أأمن المواطن اقتصاديا، لازم أأمنه سكنيا، لازم أأمنه تعليميا، لازم أأمنه بحياة كريمة، والنهاردة بقول له وكمان حقوقك السياسية كمواطن. طب معلش عشان الناس بتنسى يا أستاذ أحمد، اشرح لنا اللي حصل في السبع سنين كده. السبع سنين بدأت بأنك أنت أزحتي جماعة إرهابية فاشية من الحق. هذه الجماعة أعلنت شعار الدم، يا نحكمكم يا نقتلكم ونموتكم يا نفجركم. طب النتيجة إيه؟ أنك واجهتي إرهاب. العالم كله كان مهدد بالإرهاب وكان بيعاني من الإرهاب، وأنت بتعاني، لكن أنت الدولة الوحيدة اللي واجهت الإرهاب وحاربت الإرهاب بمنظومة مصرية خالصة 100%. رفضت أن تستعيني بأي حد يتعامل في مقاطعة الإرهاب، وقلت جيش وشرطتي هم اللي يقدروا يكافحوا ويقدروا يحمي بلدي، وبالتالي تحملت ده. طيب وانت بتحارب الإرهاب ما سكتيش، ما قلتيش لا صوت يعلو على صوت محاربة الإرهاب. لا، انت قلت أنا بحارب الإرهاب بس مش هنسى الفقراء، مش هنسى محدود الدخل، مش هنسى أن أنا ابني اللي خربوا الإخوان. بنيت وعمرت، أقمت 14 مدينة كبيرة، أقمت مدن بديلة للعشوائيات غير الأمنة، أقمت مشروعات قومية ضخمة، شغلت 5 مليون مواطن. كل ده وانت بتحارب الإرهاب، كل ده وإخواتنا في الجيش والشرطة بيضحوا بأنفسهم عشان تقدري تبني. النهاردة خلاصة السبع سنين دول إن في ناس ضحوا بنفسهم وضحوا بأرواحهم عشان إحنا النهاردة نعيش ونبقى سعداء وفرحانين وبنهني بعضنا بأن إحنا لأول مرة من حوالي 50 سنة بنعيش بلد بدون طوارئ، بنعيش بلد بتبتدي من جديد. ده لأول مرة من 50 سنة يا أستاذ أحمد؟ من 50 سنة، لأن هو بدأ من 67 لغاية 1980، لغاه الرئيس السادات لفترة، ثم بعد اغتيال الرئيس السادات تم فرض حالة الطوارئ واستمرت. النهاردة كان بيلغى فترات قصيرة، لكن النهاردة انت رئيس الدولة بيعلن إلغاءه تماما. فانت النهاردة مين كان يصدق؟ بالضبط، مين كان يصدق ده؟ حاجة تانية، هو كان في حد يا أستاذة بسمة بيتكلم مننا على إلغاء حالة الطوارئ؟ ما كانت خلاص بقت أمور عادية كلنا مستمرين، ما كانش حد بيطالب بيها أصلا. بالضبط، لأن ظروفنا كانت تفرض علينا حالة الطوارئ نتيجة الإرهاب اللي بنواجهه. لكن لما يطلع النهاردة رئيس يقول لك لا، أنا هقدر أواجه الإرهاب والتطرف، هقدر أواجه كل التحديات من غير قانون، من غير حالة طوارئ ومن غير قوانين استثنائية، عشان المواطن المصري يبقى يعيش حتى حياة طبيعية ويحس إن إحنا داخلين على جمهورية جديدة، زي ما قال الرئيس، جمهورية مبنية على أسس الديمقراطية. المواطن ده قبل ما يدخل الجمهورية الجديدة أخلصه من كل ما كان يمكن أن يسيء إليه وللدولة في الجمهورية القديمة، أخلصه من كل حاجة استثنائية، أخلصه من كل حاجة كانت تمس كرامته، أخلصه من كل حاجة كانت تمس حقه في الحياة، أخلصه من كل حاجة كانت تمنع ممارسة حقوقه سواء التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية. هقدمك وهدخل بيك الدولة الجديدة وأنت مؤهل إنك تعيش في دولة تنافس الدول المتقدمة، مش بس مباني، لا، مباني كإنسان، الإنسان قبل الحجر. أنا برتقب الإنسان، برتقب كافة بناء الإنسان. بالضبط، هو ده، وده جزء من هذا الإنسان. أستاذ أحمد، بكرة تحديدا غلاف مجلة المصور هيكون عنوانه إيه؟ المنشط الرئيسي إيه؟ رئيس القرارات التاريخية. الله، رئيس القرارات التاريخية. اشرح لنا بقى ليه أخذت القرار إنه يكون المنشط بهذا العنوان؟ لأنه أنا على مدى 8 سنوات أغلب قرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح هي قرارات تاريخية لم يكن يجرؤ أي رئيس قبل ذلك أن يتخذها. هو اتخذها وبعضها تحمل عبئها وقال أكثر من مرة بتكلمونا على الشعبية، لا أنا مش عايز شعبية، ولو عايزين نمشي همشي بس هدني البلد، أنا ما يهمني شعبيتي، يهمني أن نبني بلد جديدة تليق بالمواطن المصري. قال قبل كده لو تفتكري في الأسمرات، لا يمكن نقبل أن احنا نعيش وأهلنا ساكنين في مساكن غير أمان، لازم أغير حياته، والحمد لله غيرها. قال مش هبقى تابع لحد ومصر. الرئيس لا يهمه إلا مصلحة الوطن يا أستاذ أحمد. بالضبط بالضبط، لا يهمه شعبيته ولا يهمه هو قاعد ولا ماشي، يهمه ان يبني البلد وان يبني المواطن المصري. عشان كده هو رئيس القرارات التاريخيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بشكر الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ايوب، رئيس تحرير مجله المصور،
والحقيقة يعني مهما تكلمنا عن أهمية قرار رفع حالة الطوارئ ودلالاته المختلفة على كل الأصعدة، مش هنقدر نوفيه حقه كاملا. وحقيقي يعني مصر بلا حالة طوارئ حدث يستحق الوقوف عنده طويلا. وأكيد في متابعتنا اليومية في 90 دقيقة هنرصد كل الآثار الإيجابية في كافة المجالات. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. محافظة المنوفية هي أول محافظة في مصر بيتم فيها توزيع التغذية المدرسية، ومنظومة التغذية المدرسية منظومة هامة جدا 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 للطالب. الهدف منها أن طالب سليم، أن طالب معافى، أن طالب يحصل على تغذيته، اطمئنان من المدرسة أن الطالب بيفطر في قلب المدرسة، بياكل وجبته. بندي دايما الوجبة للطلاب قبل الفسحة عشان الطالب يستطيع الاستفادة بيها. الوجبة قسمين، في وجبة لرياض الأطفال وفي وجبة للابتدائي. أنا عندي المستفيد من الوجبة في محافظة المنوفية حوالي 620 ألف طالب. ال 620 ألف طالب دولت يوميا بيحصلوا على الوجبات بتاعتهم، قد يقل العدد قليلا في حالات الغياب وكده، لأن احنا بنسلم بناء على يومية غياب. احنا ما بناخدش الوجبة وخلاص، انت بتعمل يومية غياب يومية، بناء على يومية الغياب ديت الطلبة بتاخد الوجبة بتاعتها بتتبلغ. الوجبة لرياض الأطفال بتكون عبارة عن باكو بسكويت وعلبة لبن طازج. اما بالنسبه للمستوى الاعلى اللي هو الاطفال اللي في ابتدائي بياخد علبه عصير ومعاها برضك باكو بسكويت. ولكن في بدائل، قد يكون البدائل مثلا قرصه، مثلا خبز بتبقى معموله طبعا بشكل مميز ومتغلفه برضك. الوجبات بتيجي قبل الساعه 11، متعاهد مع لوكيشن كل مدارس مدينه السادات، فبتيجي قبل الساعه 11 عشان احنا حريصين ان احنا نوزع الوجبات قبل الفسحه. بناخد الوجبه بنخزنها عندنا في مكان تهويته سليمه، مكان كويس، وبعدين بنعد الوجبات، نتاكد ان الوجبات سليمه، نبدا نوزعها على الطلبه في الفصول. بالنسبه لاهميه الوجبه، وجبه كويسه جدا، فيها فوائد كتيره، فيها عناصر غذائيه، فيها كالسيوم، ماشيه مع المنظومه اللي الدوله بتتبناها، 100 مليون صحه، في ناس للانيميا وفي للتقزم، في وجبات كويسه جدا فيها جميع العناصر. ده من الناحيه الصحيه. من الناحيه التعليميه في صور طيور، في صور متاحف، في عن الاهرامات، في عن علماء مصر، بحيث ان الطالب الصغير اللي في ابتدائي او في رياض الاطفال بيعرف معلومه مهمه. نشكر الوزاره وبنشكر الدوله على اهتمامها بالطفل اصلا، ودي حاجه من الحاجات الجميله اللي موجوده النهارده. واحنا عشان نبني امه صح بنبني طفل صح. هنا عندنا في المدرسه بيوزعوا تغذيه جميله قوي، مكونه من بسكوت وحلاوه وقرصه كلها مغلفه، وبتشبعني وما تخلينيش اشتري اي حاجه من بره، بيكون مكتوب عليها معلومات جميله بقراها انا لما اخلص الوجبه. مشاهدينا بعدكم مرة أخرى، وخلونا نبدأ أهم الأخبار من متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلا عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري واللواء محمد الدكروري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع مسجد مصر واللواء شريف عبد العزيز رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام والأعمال الفنية والمهندسين محمد طلعت وأحمد فايز الاستشاريين بمشروع مسجد مصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب فضلا عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة وعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة. كما تناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي لمدينة الجلالة فضلا عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجاري بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال الأراضي المحيطة بحي الأسمرات وذلك في إطار تنمية وتطوير تلك المناطق والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها. وعرض خلال الاجتماع أيضا سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور بشرق القاهرة فضلا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور جيهان السادات في توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة على المحور. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير طريق الضبعة بطول 260 كيلومتر حيث أكد السيد الرئيس على تزويده بكافة الخدمات اللازمة على امتداد الطريق بحيث يساهم كشريان رئيسي في خدمة المشروع القومي العملاق الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي. خبر آخر، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد إحدى مراحل المشروع التكتيكي بجنود الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات. وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين في المشروع على كافة المستويات في القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب والاستفسارات والتي أجاب عليها مخططي ومنفذي المشروع. مشاهدينا فاصل ونواصل معكم أخبارنا. مشاهدينا، عايزة أقول لكم استعدوا لموجة برق ورعد وشبورة وتغير كبير في الطقس الأسبوع ده، لأنه هيئة الأرصاد طلعت بيان بتحذر فيه من تقلبات مناخية هتشهدها بعض المحافظات وانخفاض في درجة الحرارة خلال الفترة اللي جاية، رغم أنه الطقس أغلب اليوم الحقيقة دفى لكن بالليل في سقعة من النوع التقيل حبتين. احنا الايام اللي فاتت ملاحظين انه بيبقى فعلا بالنهار دفى وبالليل برد بس مش للدرجة دي،
والحقيقة يعني كتير مننا وأنا شخصيا منهم يعني كنت امبارح في تكريم في مهرجان أوسكار العرب، وكان برضو الواحد نزل بدري فما حسش أنه الدنيا ممكن تكون برد. فالحقيقة برضو أنا ممكن أكون من الناس اللي أهملت وأخدت تقريبا دور برد، ولازم أن إحنا نعمل حسابنا في اللبس التقيل، خصوصا لو ساكن في أماكن على أطراف القاهرة زي مثلا الناس اللي هم سكان التجمع وسكان أكتوبر، لأنه درجة الحرارة بتكون أقل من وسط القاهرة. وعلشان نعرف ونطمن معايا الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك معنا في 90 دقيقة. نقدر نقول إيه هي المحافظات اللي هتنزل عليها الأمطار؟ ده أول حاجة عايزين نعرفها. هو طبعا أول حاجة لو بدأنا بالأمطار، ففرص الأمطار تعتبر خفيفة على سواحلنا الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري بكرة إن شاء الله. الأمطار على السواحل الشمالية الغربية زي مطروح، السلوم، الضبعة، مناطق بقى من الوجه البحري رشيد، بوصيل، البحيرة، كفر الشيخ الغربية، يعني هذه المناطق قد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة، ممكن نشهد رعد وبرق لكن بصوره مش كبيره في هذه المناطق، مصحوبه بامطار خفيفه غير مؤثره على الانشطه اليوميه. الكلام ده هيستمر معانا خلال 72 ساعه اللي جايه، اربع وخميس وجمعه ان شاء الله. يعني نقول للناس الويك اند خلي بالكم، الناس اللي بتحب تخرج في الويك اند، الاسر، الاولاد، خلي بالكم واستعدوا وانتبهوا لتقلبات الجويه. طب هل الامطار هتوصل عندنا هنا في القاهره؟ في فرص طبعا للأمطار ممكن تمتد إلى القاهرة وفقا لتغيرات الخرائط. احنا بنقول طبعا الخرائط فيها تحديثات كتير، فترة الخريف بتكون فيها تقلبات وتغيرات كتير في خرائط توزيعات الضغط سواء على سطح الأرض أو في طبقات الجو العليا، وده بيخلينا نكون حريصين شوية في الكلام عشان التغيرات السريعة اللي بتحصل في توزيعات الضغط. احنا بنقول حتى الآن فرص الأمطار بشكل أكبر على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري. لسه لا، ما فيش فرص سقوط أمطار حتى الآن على القاهرة، ولكن قد تمتد الفرص الأمطار دي للقاهرة مع بدايات الأسبوع إن شاء الله. معنى إنه هيبقى في شبورة كثيفة الفترة اللي جاية، هل ده صحيح؟ لا، الشبورة مش كثيفة، ولكن في شبورة بنشوفها دلوقتي في ساعات المتأخرة، كنا في الأول بنشوفها بعد الفجر، دلوقتي بنشوف ساعات الليل المتأخرة بتبدأ تتكون الشبورة المائية وتثبت انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية أو قريبة من مسطحات مائية. استمر معانا لغاية الساعة 7:08 الصبح، ولكن بشكل غير مؤثر على حركة السفر وعلى حركة الطرق. لكن حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، وهي انخفاض درجة الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الأولى من الصباح. الفترة دي طبعا فترة تغيرات الكتل الهوائية، بنلاقي فعلا فارق بين العظمى والصغرى بيزيد عن العشر درجات مئوية. نكون حذرين شوية بنوعية الملابس خلال الفترة دي، مش عايزين نصاب بنزلة برد. ألف سلامة على حضرتك طبعا. الله يسلمك يا فندم، ألف شكر. ولكن احنا بنقول مهم جدا ما نصابش بنزلة برد، حضرتك عارفة تشابه الأعراض مع كورونا بيقلقنا كلنا، فنكون حذرين شوية. لا ده أنا عايزة أقول لحضرتك ده أنا عملت 3 بي سي آر كمان. طب شوفي بقى آخرهم في الفاصل. يعني بقلق جدا طبعا على الناس طبعاً اللي حواليا قبلية يعني. طب ألف سلامة إن شاء الله وربنا يسلم ويسلمنا كلنا، ولكن احنا بنقول نكون حذرين ما نخففش الملابس اللي يرجع الشغل بالليل متأخر أو ايوه عايزين ننصح الأطفال اللي بتروح المدارس بقى يعني نقول لهم إيه وأهاليهم وأسرهم نقول لهم إيه؟ طبعا بنقول للأمهات خلال هذه الفترة في ملابس الأطفال الابتدائي والكجيهات والمراحل الإعدادية يفضل طبعا ارتداء قطعتين من الملابس أثناء خروج الصبح بدري. مش هنقول جواكت، لأن الجواكت طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار الأطفال بتبدأ تقلع الجواكت في الفسحة وتبدأ طبعا تعرق وتبدأ تصاب بنزلات برد واحتقان في الزور، ملوش أي لازمة. احنا نلبس قطعتين، ممكن تيشيرت تحت القميص يأمننا شوية من انخفاض درجة الحرارة. ما فيش ملابس بنص كم خالص دلوقتي في ساعات الليل المتأخرة أو الصبح وإحنا خارجين. اللي بدأ يتقل الملابس بتاعته عشان هو جسمه بيحس بالبرودة بسرعة،
ما يخففش خالص خلال الفترة اللي جاية. حتى لو قلنا زي ما التوقعات بتاعت الأرصاد وقلنا النهاردة إن اعتبارا من يوم الخميس ممكن نشهد ارتفاعات في درجات الحرارة خلال ساعات النهار بمعدل من درجتين لثلاث درجات، يعني القاهرة بتسجل 27 و28 درجة متوقع من يوم الخميس تصل إلى 29، الجمعة والسبت تصل إلى 30 و31 درجة. ما نخففش بقى، اللي بدأ يتقل شوية ما يخففش، لأن تغيير نوعية الملابس شيء خطير جدا خلال الفترة. بشكرك جدا دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد. أعزائي المشاهدين أستأذنكم في إنهاء الحلقة، الحقيقة شعوري ببعض التعب البسيط، وأعتذر لكم مرة أخرى وأشوفكم على خير إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.